تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس رستم نور علي مني خانوف رئيس جمهورية تتارستان أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله مبتهلا الى الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته